قال الله العظيم في محكم كتابه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. حرم الله في بلاده خمس، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لله عز وجل خمس حرم في بلاده: حرمة رسوله صلى الله عليه وآله، وحرمة آل رسوله صلى الله عليه وآله، وحرمة كتاب الله تبارك وتعالى، وحرمة الكعبة، وحرمة المؤمن. هذا الحديث يعتبر بمثابة تفسير لهذه الآية القرآنية المباركة الواردة في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله. ما هي حرمات الله؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يبين ويشرح لنا المراد من حرمات الله، وهي نبيه وآله والقرآن والمؤمن والكعبة، هذه هي حرم الله. الحرمة الأولى من حرم الله حرمة رسول الله، حرمة النبي. وحرمة النبي لها مصاديق عديدة علينا كمسلمين أن نلتفت إليها إخواني أخواتي. أولا حرمة الاسم، عندما تخاطب رسول الله في الواقع من غير الأدب أن تخاطبه باسمه، طبعا حرمة رسول الله ميتا كحرمته حيا بلا فرق. الله تبارك وتعالى في محكم كتابه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن الحرمة الأولى حرمة الاسم، أن تخاطبه يا رسول الله، يا نبي الله، يا رسول الرحمة، يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الحرمة الثانية حرمة كيفية الخطاب، أن لا يكون بنوع في الواقع نوع رفع الصوت، لا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذن الحرمة الثانية هي حرمة الاسم، أن نجعل حرمة لرسول الله ميتا وحيا، لأنه لا يفرق ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق كان إذا أراد أن يروي حديثا عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله كان يتوضأ، يسبغ الوضوء. هذا في الواقع نلاحظ نوع من أنواع حفظ الحرمة وحفظ الأدب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف الذين كان بعض الذين كانوا في زمن رسول الله من الأعراب. يجي أعرابي في حين تقسيم غنائم حنين يقول: يا محمد يا محمد أعدل أعدل. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ويلك يا أعرابي، إن لم أعدل فمن ذا الذي يعدل؟ من اللي يعدل إذا أنا ما أعدل؟ أو كما يذكر المؤرخون قول القائل: إن الرجل ليهجر أو غلبه الوجع عندما قال: ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعدي أبدا. وهذا في الواقع نلاحظ اليوم الكثيرين ممن لا يرون حرمة لرسول الله، لا حرمة لمقامه، لا حرمة لاسمه، لا حرمة لشخصه، لا حرمة لمبادئه، لا حرمة في الواقع المفاهيم التي جاء بها سنته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من هنا للأسف البعض الذي
لم يجعل حرمة للنبي، في حين أن للنبي مقام عظيم في القرآن. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله برأ نبيه صلى الله عليه وآله من ثلاث: أولا أن يقول على الله، أن يتقول على الله، ثانيا أن ينطق عن الهوى، ثالثا أن يتكلف. لا أنه يتكلف ولا ينطق عن الهوى ولا يتقول على الله. لذلك العلامة المجلسي في بحار الأنوار يشرح هذه الثلاثة التي برأ الله منها النبي، يقول: أما الأولى فقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وأما الثانية الله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى. وأما الثالثة: وما أنا من المتكلفين. طيب، النبي بهذه المقام، بهذه المقامات السامية، فلا بد أن نحفظ حرمة رسول الله. عندما نذكر اسمه نذكره باحترام، ونصلي عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحرمة الثانية حرمة آل النبي. الله تبارك وتعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذين أذهب الله عنهم الرجس، ذلك لأنه جعل لهم حرمة. ونأخذ نموذج واحد، ابن حوزة في يوم عاشوراء عندما نظر إلى النار التي كانت حول الخيام قال: اللهم عجل به، يا حسين عجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. قال: من المتكلم؟ قال ابن حوزة: رفع الإمام الحسين يده إلى السماء حتى بانت بياض إبطيه، قال: اللهم حزه إلى النار حزا، اللهم حزه إلى النار حزا. فغضب، عندما غضب هذا اللعين الخيل اقتحمت الميدان، وقع من ظهر فرسه، رجله علقت بالزمام وبالسرج، فأخذت تضرب به كل مكان حتى في الواقع تقطع ورمت به في تلك النار. يقول أحدهم: عندما رأيت لأهل هذا البيت من حرمة أنا اعتزلت القتال وذهبت جانبه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. الحرمة الثالثة حرمة المؤمن، غيبة المؤمن. من روى على أخيه رواية يريد بها شينه وإسقاطه من أعين الناس أخرجه الله من ولايته وأدخله في ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان، حتى الشيطان يتبرأ من هذا الشخص الذي ينتقص وينتهك حرمة المؤمن. وفي الحديث: يا كعبة ما أعظم حرمتك، ألا وإن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك. هذه الحرمة الثالثة. الحرمة الرابعة حرمة الكعبة. الكعبة لها حرمة، لذلك الإمام الحسين خرج من الكعبة حفظا لحرمة الكعبة، وقال: والله لئن أقتل بشبر خارج الحرم أحب إلي من أن أقتل داخله، لأني سمعت رسول الله يقول: هنالك كبش تنتهك به حرمة البيت، ولا أريد أن أكون أنا ذلك الكبش، حفظا للحرمة. إخواني أخواتي، نلاحظ حرمة البيت إلى أي مدى كبيرة. إن الله تبارك وتعالى لا يكتب على النية السيئة، يكتب لك حسنة على النية الحسنة، نية المؤمن خير من عمله، لكن النية السيئة لا يكتبها إلا إذا أتى الإنسان بها. هذا الاستثناء موجود في مكة. لو أن إنسانا في السند أو الهند نوى نية غير صالحة في بيت الله كتبت في ميزان حسنة في ميزان سيئاته، ما ذلك إلا لحرمة هذا المكان. وهذا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم:
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، مجرد الإرادة أن يريد ظلم في البيت، شيء فيه ظلم في البيت، هذا يذيقه الله من عذاب أليم. الحرمة الخامسة هي حرمة كتاب الله. هذا لازم نقف عنده كبير كثير. حرمة كتاب الله ونحن في هذا الشهر الفضيل إخواني أخواتي، ما هي مصاديق حرمة كتاب الله؟ مصاديق عديدة. أولاً حفظ تلاوته، أن يتلى القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثانياً حفظ التأدب في جعله في المكان المناسب، أن في الواقع يتعامل معه تعامل احترام. يروى أن الشيخ محمد تقي الآملي رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى النجف لأجل أن يتتلمذ، فذهب كان في غرفته الجو كان بارد، كان واضع الكرسي وتحته وعلى الكرسي كان لحاف وتحت الكرسي نار موقدة، فالإنسان يجي يمد رجله تحت الكرسي ليدفئ قدميه توخيا للبرودة أو توخيا للحرارة، يتوخى يطلب الحرارة ويبتعد عن البرودة. فكان يقرأ القرآن، أكمل قراءة القرآن جعله على هذا الكرسي الذي عليه في الواقع الغطاء وتحته الموضع الدافئ، أكمل مشواره دراسته. ذهب إلى أستاذه السيد القاضي، قال: أيها الأستاذ، أريد أن أبلغ مراتب عالية. قال: تبلغ مراتب عالية وتجعل القرآن فوق الكرسي الذي تحته قدمك ممددتان؟ لا، لا يمكن أن تدرك القرآن ومعاني القرآن وكنه القرآن ولم تبدي احتراما للقرآن الكريم. السيد القلباجاني رحمة الله تعالى عليه كان إذا في غرفة في مكان يوجد قرآن لا يمد رجليه أبدا، حتى لو كتاب فيه آية من آيات الله ما كان يمد رجله أبدا. إذن حفظ حرمة القرآن من خلال تلاوته، من خلال حرمة وجوده المبارك، من خلال المكان الذي يستقر فيه القرآن، وأيضا من خلال الزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم وهو شهر رمضان. أهمية شهر رمضان نابعة من نزول القرآن وليس من الصوم. الصوم مهم، فريضة عظمى، لكن أهمية شهر رمضان لأنه نزل فيه القرآن. لذلك لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. حرمة شهر رمضان تحفظ بعدة أمور. السيد المرعش النجفي يقول: كنت أصوم رجب شعبان رمضان، لكن في أخريات أيامي الكهولة والعجز لم تمكنني من الصيام. كنت في الواقع أحفظ حرمة الشهر، ما كان يأكل ويشرب أمام إنسان قط أبدا أبدا. هذا حفظ حرمة للشهر العظيم. إخواني أخواتي، رب إنسان غير صائم، عذر من الأعذار، مسافر، امرأة معذورة، شخص رجل كبير، عليه أن يحفظ حرمة هذا الشهر.